دولار للأونصة. للمزيد من التحليل تنضم إلينا في الاستوديو السيدة نادية البلاسي، محللة أسواق مالية. أهلا بك أستاذة نادية. في البداية نتحدث عن مسار الفائدة في ظل تأثير انتخاب وفوز الرئيس الأمريكي ترامب على التضخم. صحيح، يعني آخر توقعات لأسعار الفائدة تراجعت بعض الشيء بعد تصريحات باولا الأخيرة بأن يعني هي داون بليد أكثر شيء، يعني تخفيضات أسعار الفائدة إن ممكن نشوف يعني وقوف مؤقت لأسعار الفائدة بنسبة 40% معدل توقعات أنه سيكون في وقوف مؤقت لأسعار الفائدة، وهذا الشيء يؤثر بشكل سلبي على أسواق الأسهم. أيضا رأينا تراجعات بشكل كبير في أسواق الأسهم لتسعير هذا الشيء وحتى على تحركات الذهب. نعم، طيب إذا ما تكلمنا عن الذهب، هناك تضارب في التوقعات لأسعار الذهب، يعني بي ام اي غير متفائلين، توقعون أوصة الذهب عند 2200 إلى 2600 دولار في الربع الأول من 2025. جولدمان ساكس لا، متفائلين، يؤكدون وصول سعر الذهب إلى 3000 دولار بحلول نهاية العام الجاري. أيهم ترجحين؟ يعني نحن متمشين بأن أسعار الذهب في 2025 في الربع الأول ممكن أن تصل إلى 3000 دولار مدفوعا بالتوترات الجيوسياسية. يعني مثل ما شاهدنا اليوم الذهب صعد بنسبة 1% بسبب التصاعد في يعني المخاطرة أو يعني التضارب ما بين روسيا وأوكرانيا. هذا الشيء طبعا يعني خلى الذهب أن يكون في تصاعد بنسبة 1%، فهذا شيء يعني جدا يتفاعل مع أسعار الذهب. وأيضا تخفيضات أسعار الفائدة، أيضا سنرى المزيد من التخفيضات حتى إذا في وقوف في شهر ديسمبر، سنرى المزيد من التخفيضات في الربع الأول، فهذا الشيء ممكن أيضا أن يدفع أسعار الذهب إلى يعني الارتفاعات. وطبعا شاهدنا أن بيانات التضخم أيضا زادت إلى معدل 2.6%، يعني متماشية مع التوقعات ولكن يعني أعلى من الشهر الماضي، وهذا الشيء أيضا أعتقد أنه هو يعني خلى في نوعا من المخاوف بشأن تخفيضات الفائدة، لأنه خلى في أن يكون مسافة أو مساحة للفيدرالي أن يكون في توقف مؤقت. نعم، طيب إذا تحدثنا عن أسعار النفط، أيضا هناك يعني تباين في أسعار النفط في نهاية 2024، برأيك يعني أوبك بلس كيف يمكن لها أن تدعم أسعار النفط؟ طبعا تصريحات أوبك بأن سيكون في ارتفاع في الإنتاج خلى أن أسعار النفط بالفعل تتجه إلى التراجعات أو تتداول في اتجاه عرضي أكثر من اتجاه صعودي كومبارينج للأصول الأخرى. أعتقد أن الـ EIA كمان صرحت بأن سيكون في أوفر سبلاي في يعني في السوق حتى مع تخفيضات أوبك بلس، وأعتقد أن هذا الشيء يستمر في الضغوط على أسعار النفط وتحركات النفط. وأيضا لأن البيانات من الصين تأتي بشكل سلبي دائما ويكون في تراجعات في كل من القطاع التصنيعي أو حتى قطاع العقارات، مما يدل أن سيكون في تراجع في الطلب على النفط، فبالتالي نرى أن أسعار النفط ستستمر في هذه الضغوطات. نعم. للسنة المقبلة. نعم. أيضا في أوروبا نترقب كلمة لكريستين لاغارد في ظل عدم اليقين بشأن مستقبل السياسات العالمية، ماذا نترقب من كريستين لاغارد اليوم؟ يعني نتوقع إشارات حول مسار أسعار الفائدة، هل سيكون في تخفيضات أخرى خصوصا بعد تراجع اليورو الكبير الذي شاهدناه الأسبوع الماضي مقارنة مع الدولار. يعني اليورو الآن يتداول نوعا ما حوالين 1.05، فهذه المستويات جدا يعني ضئيلة لليورو، وحتى في توقعات بأن اليورو ممكن يرجع إلى مستويات الصفر، فهذا الشيء طبعا يزيد من المخاوف. أنا أتوقع أن يكون في لهجة صقورية أكثر تشددا من كريستين لاغارد عشان يعني المشترين في السوق لعملة اليورو. نعم، أيضا على مستوى العملات المشفرة تابعنا تراجعات أو استقرار للبيتكوين عند 90 ألف دولار، لكن اليوم البيتكوين تقفز بأكثر من 1%. برأيك هل لا زالت أسواق العملات المشفرة تشهد تقلبات السوق بعد فوز ترامب؟
أعتقد أن احنا توقعاتنا للبيتكوين أنه سيصير في ارتفاعات كبيرة حتى مع نهاية السنة إلى 100,000. وحتى كاثي وودز رئيسة أرك إنفست تقول أن في سنة 2030 ممكن أن نشهد ارتفاعات بنسبة 350 أو حتى 650,000 لسعر البيتكوين. فيعني هذا يعني أن لسه سنرى استمرارية الارتفاعات، ممكن نرى تصحيح طبعا، وهذا الشيء يعني نورمال نحن نرى تصحيح بعد الشيء، ولكن أعتقد أن الهدف الذي نتوقعه أنه سيكون عند 100,000 دولار للعملة. نعم. إذا نتحدث عن اليابان، محافظ بنك اليابان يتوقع مزيد من التضخم، برأيك سيواصل رفع معدلات الفائدة باختصار؟ أعتقد أن ممكن أن نشهد ارتفاع، خصوصا مع يعني تراجعات الين الكبيرة، ممكن أن نرى ارتفاع آخر في ديسمبر، الأسواق تسعر بنسبة 55% أن نحن ممكن نرى هذا الارتفاع أو الهايك الذي أيضا سيؤثر بشكل إيجابي على تحركات الين. نعم. نادية البيلاسي محللة أسواق مالية، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.